هذا الفيديو بيكون وايد وايد مختلف. طلبت منكم على حسابي في الانستغرام على الستوري انكم تسألوني أسئلة خاصة بالكتابة الإبداعية، وقلت اني برد على هذه الأسئلة في فيديو خاص. شكل الموضوع بيكون اكثر من فيديو، خلينا نبدأ. اول سؤال وصلني بخصوص الكتابة الإبداعية كان عن المكان في الرواية، استحضاره والإعداد له بشكل صحيح. بتكلم عن تجربتي أو أكثر من تجربة خاصة بخصوص كتابي حارس الشمس، روايتي حارس الشمس، وهي ثاني رواية كتبتها، كانت تقريبا رابع أو خامس رابع كتاب، ونتجت عن برنامج دبي الدولي للكتابة الإبداعية عن مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفازت الحمد لله بعد صدورها بالمركز الأول بجائزة الإمارات للرواية. بتكلم بعد عن قيامة الآخرين، روايتي الجديدة. أنا ككاتبة كنت أحب ألعب في الثيمات، ولكل كاتب ثيمات تكون أفكار القصة، شخصياتها، الأحداث، العقدة، المكان، الزمان. كمثال، الزمان كان دائما عقدتي ومشكلتي، فما كنت أركز على المكان. لكن السؤال اللي وصلني بخصوص المكان خلاني أستوعب إيش كثر كان للمكان وقع علي كإيمان اليوسف ككاتبة، ولا عدد كبير، ما أقول أغلب الكتاب اللي أقرأ لهم ونقرأ لهم ونحبهم. في حارس الشمس في 2014 كنت أتابع الأخبار، دوم أقول هاي القصة، واستفزني موضوع تفجير جامع النبي يونس في الموصل. الموضوع طول، ما كنت أقدر أكل أو أنام أو أمارس حياتي بشكل طبيعي لعدد من الأيام، وبعدها تبلورت الفكرة ووجدت لنفسي الشخصيات ودخلت في عالمي هذه الخيالات والصور اللي تكثفت بصورة تكفي يكتب عنها مشروع روائي متكامل. المكان ساعات يكون هو بداية أي فكرة، وساعات يكون ثيمة. بعد كتابتي لحارس الشمس، أي حد يقرأ حارس الشمس سواء كان من القراء اللي أتواصل معاهم على السوشيال ميديا أو في الصالونات الأدبية، اللي يقرأ الرواية يقول كأن أحداثها في سوريا أو كأنها تذكرني في مدينة من مدن فلسطين، وهو في أي منطقة من الوطن العربي. لما شاركت في برنامج أيوة الكتابة الإبداعية في الولايات المتحدة الأمريكية وترجمت الرواية أو جزء كبير منها إلى اللغة الإنجليزية، حصلت نفس التعليق أو الكومنت بخصوص الرواية عن أماكن ومدن مختلفة في العالم. فكانت الموصل في حارس الشمس مجرد ثيمة، لأن في كل هالدنيا بتحصلون ناس تحارب أو شخوص تحارب لضياع حلم معين، وأشخاص تؤمن أن الغاية تبرر الوسيلة، وأشخاص تتعرض لاضطهاد أو لضياع قطع من الأراضي، ولأي ثيمة أو لأي سبب كان من أسباب تكوين حارس الشمس. إذن العودة إلى سؤالك، قيامة الآخرين على سبيل المثال تقع أحداثها في دبي في جميرة. جميرة هي المكان اللي ولدت فيه وتربيت فيه وكبرت، وهناك علاقة جميلة، علاقة غريبة تربطني بجميرة، وكتبت عنها في قيامة الآخرين. المكان إذن في الرواية ممكن يكون مكان حبيناه، نحبه، يذكرنا بحد نحبه، مكان ما عشنا فيه، مكان ما نعرفه إلى حد ما، ولي عودة إلى هذه النقطة، ممكن استفزنا، ممكن يخرج أكثر من مجرد حيز المكان لأن يكون هذا رمز، مجرد رمزية، مجرد ثيمة. ممكن ما يكون هناك مكان أصلا. نتكلم عن شوي الأدب المقارب للفانتازي والسريالي، لكن حتى في الأعمال التي لا يتناول فيها الكاتب مكان معين في الفضاء العام، عندكم رواية الرائع سلطان العميمي غرفة واحدة لا تكفي، كانت الرواية أغلب الرواية في غرفة واحدة فقط. رواية ماركيز 100 عام من العزلة في مكان هو صنعه باسم أطلق على هذا المكان. في كل هذه القصص وفي كل هذه الأمثلة، سؤال جميل، لأن ثيمة المكان لا مهرب منها وتؤثر بشكل أساسي جدا جدا في أي عمل أدبي. السؤال الثاني، أوكي، السؤال الثاني وايد حلو، كان عن كتب الكتابة عن الكتابة. فهي تقول صاحبة السؤال أنها مفيدة جدا للمترددين أو الذين دخلوا من الباب
حديثا وتقصد باب الكتابة. هناك العديد من الكتب التي تتحدث عن الكتابة اللي هي كتب الكتابة. أنا بنصح منها ما قرأته واستفدت أنا شخصيا، فكان عن تجربة. ودائما حتى في ورشي، في دوراتي اللي أدرس فيها القراء الكتاب المبتدئين وحتى الكتاب الأدبانس شوي المتقدمين، دائما أنصح في هذه الكتب. أنصح في الكتاب التالي، وأنصح في هذا الكتاب، وعندك هذا الكتاب بعد جدا جميل، وهذا وهذا هذول وهذول كلهم. صوروا الشاشة تحبون الكتب كلها وخبروني رأيكم في أي كتاب حصلتوا معه أكثر أو استفدتوا منه أكثر، حصلتوا منه تفاصيل أكثر ساعدتكم في الكتابة. وشاركوني مشاكلكم والنقاط اللي تستوقفكم، سواء كنتوا كتاب مبتدئين أو تبحثون في مشروعكم الأدبي الثاني والثالث وما إلى ذلك. سؤالنا الثالث أيضا جميل، تسأل كم المدة الزمنية للتعرف على هذا المجال وبداية إتقانه؟ هذا السؤال يوصلني جدا، أن كيف مو كيف نبدأ، شو هي المدة الزمنية اللي أحتاجها حتى أكون كاتب؟ وهذا الشيء جدا صعب الإجابة عليه من أي كاتب في الدنيا. بمعنى لو ندرس حياة الكتاب المعروفين جدا المؤثرين جدا، كتاب حصلوا على جوائز عالية رفيعة الشأن تصل إلى نوبل للآداب، نكتشف أن بعض الكتاب بدأ بعمر جدا صغير. ماري شيلي اللي كتبت رواية فرانكنشتاين بدأت من عمر 18 كتابة روايتها، ووصلت إلى مرحلة من الشهرة والعالمية في عمر 20 و21. وعندكم ساراماغو الحاصل على جائزة نوبل للآداب بدأت شهرتها الحقيقية والفعلية في 60 من عمره. مسألة العمر مسألة نسبية، الفترة الزمنية اللي نحتاجها نحن ككتاب حتى نصل إلى كتابة مشروعنا الأدبي الناجح أيضا هي فترة نسبية. الكتابة فعل حياة، ما أقدر أخبر حد أنك متى تبدأ تعيش حياتك. لو نقارن الناس في حياتهم، البعض يعيش حياته إلى أن يصل للأربعين والخمسين وبعدها يكتشف السعادة، والبعض يعيش حياة هانئة وسعيدة من البداية. كل اللي أقدر أقوله أن اقرأي بشكل مكثف ونهم جدا جدا، حاولي تصقلين موهبة الكتابة بحضور الورش والدورات، ابدأي مشروعك الأدبي. أنا بين البينين، بمعنى أني أنا ضد الاستعجال في طرح العمل الأدبي الأول، ونفس الوقت ضد الحذر. البعض يصل إلى أنه يترك عمل الأدبي أو يتخوف من نشره مدة تزيد عن 5 أو 6 سنين. طالما أنك ما تشتغل على كتاب أو مشروع أدبي بشكل فيه الكثير من الجدية، ما تحتاجها المدة الطويلة عموما أو نسبيا، لكنك تحتاج إلى مخزون ثقافي، مخزون قرائي جاد وحقيقي. فالقراءة ثم القراءة، وأترك الزمن إلى الزمن، يقولون time needs time، فخذي وقتك.